مالي يا حدا يسليني يا يما يلا على الغربة مالي يا حدا يسليني والهان روحي على الصحبة مع دمعة تنزف شراييني والهان روحي على الصحبة مع دمعة تنزف شراييني رافقنا رافقنا زين سوس البلا من قرايبنا تحرم عليك الكيح يا عين مدامك يا ويلف مفارقنا طيري يا رايح القبلة سلم على امي وخياتي سلم على امي وقولي لها يا حيف صرتين غريباتي يا يما يلا على الغربة يا حدا يسليني والهان روحي على الصحبة مع دمعة تنزف يا ولا يا يا ولا يعطيكم العافية. إذن بهذه الكلمات أكيد وصلنا لختام مشوارنا لهذا اليوم من صباح العيد أول أيام عيد الأضحى المبارك. كنا معكم من تمام الساعة 9 من صباح هذا اليوم. نشكر لكم طيبة المتابعة من تلفزيون فلسطين ونبقي التحيات لكل من تابعنا ويتابعنا في هذه اللحظات وتحيات خاصة بالتأكيد الأسرى في سجون الاحتلال. مع الفنان أحمد أبو صاع نختم إياكم هذا البرنامج ونشكر لكم طيبة المتابعة واللقاء يتجدد في صباح العيد في ثاني أيام العيد يوم غد بالتأكيد. أجمل فرحة العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها بيخليها سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها. Thank you.